الموضوع جه ازاي يعني اصلا؟ لا هو الموضوع جه بان انا كنت بحب علشان اتذوق حاجه كنت بحب اجربها يعني، ففي حاجات كملت فيها وحاجات لا يعني. الموسيقى حب عشان اتذوقها جربتها، فلعبت مزيكا شويه، لعبت بعض الالات، فمن ضمن الحاجات اللي جربتها موضوع الشعر العاميه، وكتبت شويه وحاجات ظريفه وفي حاجات وحشه وبتاع، فبقيت اتعرف على اصدقاء يعني من الاوساط الفنيه اللي بيكتبوا شعر وبتاع، فلقيت في ناس اللي انا كنت بكلم عنهم دول اللي هم فعليا مش شعراء، هو لقى طريقه كده لطيفه بيحل بيها مشاكله يعني. فحسيت ان هم النوعين اللي انا اتكلمت عنهم في الفيديو دول، وواحد منهم بيقول كلام عميق ويوجع وحاجات وكده، فهم مجموعة مصطلحات بيستخدموا وطلع منهم كل القصايد اللي هي كلها شبه بعض، والتاني اللي هو ما فيش شعر اصلا، ما فيش حاجة، هو بيتكلم بس عشان احنا قاعدين على القهوة في وسط البلد والحالة او قاعدين في مكان فني وبتاع، فأداءه وطريقته وبتاع هو اللي عامل القصيدة، ما فيش قصيدة. لكن فعليا انا ما اتريقتش على شعراء العاميه.